Assalamu alaikum. Welcome to a new episode of Common Arabic Phrases. In today's video, we'll have some conversations about help, asking help or offering help in modern standard Arabic. Please listen carefully. Sign up today and get your free one-to-one trial lesson with one of our male and female native Arabic tutors at Medina Arabic Tuition Center. No credit card required. أنا محتاج إليك. حسناً، دع الأمر لي. أنا محتاج إليك. حسناً، دع الأمر لي. هلا صنعت لي صنيعاً؟ بالتأكيد، اعتمد علي. هلا صنعت لي صنيعا؟ بالتأكيد اعتمد علي. هل تقف بجانب أخيك في محنته؟ وكيف أستطيع أن أخدمك؟ هل تقف بجانب أخيك في محنته؟ وكيف أستطيع أن أخدمك. I hope you like this video. If so, please don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification bell to receive about any new video we upload. اترك هذا الأمر لي. لا أدري كيف أشكرك على صنيعك. لا شكر على واجب. اترك هذا الأمر لي. لا أدري كيف أشكرك على صنيعك. لا شكر على واجب. ابق معي في هذه المشكلة. حسناً، دعني أتولى الأمر عنك. ابق معي في هذه المشكلة. حسناً، دعني أتولى الأمر عنك. أنا في أمس الحاجة إلى العون، ولما لا تسمح لي بمساعدتك؟ أنا في أمس الحاجة إلى العون، ولما لا تسمح لي بمساعدتك؟ هل تؤدي لي خدمة صغيرة؟ لا بأس، كيف أخدمك؟ هل تؤدي لي خدمة صغيرة؟ لا بأس، كيف أخدمك؟ أثقلت عليك يا صديقي. لا تقل هذا. أي خدمة؟ أشكرك على وقوفك جانبي. هذا أقل ما ينبغي. أثقلت عليك يا صديقي. لا تقل هذا. أي خدمة؟ أشكرك على وقوفك جانبي. هذا أقل ما ينبغي. أحتاج إلى عونك حقا. دعني أحمل عنك هذا الأمر. أحتاج إلى عونك حقا. دعني أحمل عنك هذا الأمر. هلا أسديت لي معروفا؟ نعم، ولكن كيف أساعدك؟ هلا أسديت لي معروفا؟ نعم، ولكن كيف أساعدك؟ سأطلب منك خدمة عظيمة. أرجو أن أستطيع. سأطلب منك خدمة عظيمة. أرجو أن أستطيع.
حبذا أن تفرغ نفسك لي قليلا. طبعا، هل أنت بحاجة إلى المساعدة؟ نعم، فأنا بحاجة ماسة إليك. حبذا أن تفرغ نفسك لي قليلا. طبعا، هل أنت بحاجة إلى المساعدة؟ نعم، فأنا بحاجة ماسة إليك. لا أستطيع فعل هذا بدونك، وكيف يتسنى لي مساعدتك؟ لا أستطيع فعل هذا بدونك، وكيف يتسنى لي مساعدتك؟ لا تتخلى عني. لا بأس، دعني أعينك بما أستطيع. لا تتخلى عني. لا بأس، دعني أعينك بما أستطيع. أتتركني وحيدا في هذا الأمر؟ وبما أساعدك؟ أتتركني وحيدا في هذا الأمر؟ وبما أساعدك؟ هل أعتمد عليك؟ اعتمد على الله ثم علي. أواجه مصاعب كبيرة. هل أعتمد عليك؟ اعتمد على الله ثم علي. أواجه مصاعب كبيرة. صديقنا بحاجة إلى المساعدة. تقصد مصطفى؟ نعم، اذهب وكن في عونه. أخبرني كيف أقدم له العون. صديقنا بحاجة إلى المساعدة. تقصد مصطفى؟ نعم، اذهب وكن في عونه. أخبرني كيف أقدم له العون. من يقدم يد العون يا شباب؟ أنا يا أستاذ بكل سرور. من يقدم يد العون يا شباب؟ أنا يا أستاذ بكل سرور. أنا محتاج إليك. حسناً، دع الأمر لي. هل صنعت لي صنيعاً؟ بالتأكيد، اعتمد علي. هل تقف بجانب أخيك في محنته؟ وكيف أستطيع أن أخدمك؟ أترك هذا الأمر لي. لا أدري كيف أشكرك على صنيعك. لا شكر على واجب. ابق معي في هذه المشكلة. حسناً، دعني أتولى الأمر عنك. أنا في أمس الحاجة إلى العون، ولما لا تسمح لي بمساعدتك؟ هل تؤدي لي خدمة صغيرة؟ لا بأس، كيف أخدمك؟ أثقلت عليك يا صديقي. لا تقل هذا، أي خدمة. أشكرك على وقوفك جانبي، هذا أقل ما ينبغي. أحتاج إلى عونك حقا. دعني أحمل عنك هذا الأمر. هل أسديت لي معروفا؟ نعم، ولكن كيف أساعدك؟
سأطلب منك خدمة عظيمة، أرجو أن أستطيع. حبذا أن تفرغ نفسك لي قليلا. طبعا، هل أنت بحاجة إلى المساعدة؟ نعم، فأنا بحاجة ماسة إليك. لا أستطيع فعل هذا بدونك، وكيف يتسنى لي مساعدتك؟ لا تتخلى عني. لا بأس، دعني أعينك بما أستطيع. أتتركني وحيدا في هذا الأمر؟ وبما أساعدك؟ هل أعتمد عليك؟ اعتمد على الله ثم علي. أواجه مصاعب كبيرة. صديقنا بحاجة إلى المساعدة. تقصد مصطفى؟ نعم، اذهب وكن في عونه. أخبرني كيف أقدم له العون. من يقدم يد العون يا شباب؟ أنا يا أستاذ، بكل سرور.